محمد شريف يا كابتن سمير، يعني هل اللاعب بامكانياته ديت المميزه جدا وقدر ان هو يفرض؟ انا بس برضو عايز تفسير ان اللاعب زي دوت بامكانياته ديت ازاي كان قاعد فتره كبيره على الدكه، وفي نفس الوقت هل انت شايف بعد تالقه الفتره اللي فاتت واصبح دلوقتي المهاجم الاول في مصر ان يخوض تجربه الاحتراف وهو سنه صغير، ولا هو محتاج ياخد خبرات مع النادي الاهلي اللي هو بيشارك في افريقيا وبطوله العالم للانديه وبيشارك في الدوري والكاس، فعنده برضه ضغط كبير من المباريات؟ بص، موسيماني غلط غلطه كبيره جدا لما قعد محمد شريف ولعب بولي عليه اول ما بولي جه من الجونه، وانا اول واحد قلت لازم محمد شريف بعد الاعاره وخد خبره من الماتشات في الدوري الممتاز مع انبي وخد عدد مباريات كتيره هينفع النادي الاهلي بعد عودته من الاعاره. بالفعل ده حصل، بواليا ما كانش موفق، وبعد كده محمد شريف لما لعب خلاص محمد شريف بقى في حته تانية. انا شايف ان موسيماني يعني صلح غلطته او 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 قراره كان الخطا ان هو يقعد محمد شريف ويقعد ويلعب بواليا، لكن دلوقتي عرف ان محمد شريف طبعا رقم واحد في مصر وقدر ان هو يطوره ويقدر يشتغل عليه، وراجل هداف الدوري دلوقتي 16 هدف وفي منتخب مصر وجايب بطولات مع النادي الاهلي وكان متالق في افريقيا. هو دلوقتي المناسب ان محمد شريف لازم يحترف، ويحترف مش في الدوري التركي. يعني يروح فرنسا، يروح انجلترا، يروح المانيا، يروح انت بتلقح على مستوى محمد بقى. لا مش بلقح، انا بقول لك مستوى محمد الشريف يليق بالبلاد دي او الانديه دي، يعني انديه في انجلترا في فرنسا، يعني ما يعني مستوى محمد غلط لما راح الدوري التركي. مستوى محمد لعيب هايل. ايوه، ما طبعا هو لعيب محمد كويس. شريف افضل منه دلوقتي، افضل منه محمد شريف، افضل حاليا من مصطفى محمد. حسام البدري في فتره من الفترات لما كان، لا بس خلينا اكمل لك بس فضل. محمد شريف ومجلس اداره نادي الزمالك غلطوا ان هم ودوه تركيا. انت بتتكلم على مصطفى محمد ايه؟ بتتكلم حضرتك على مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب كبير ولعيب ونجم وهداف ومستقبل مصر، بس انا في امكانياته زي الفتره اللي مع محمد شريف دلوقتي. ما ينفعش يروح يلعب في الدوري التركي، كان لازم مصطفى محمد يروح يلعب في نادي كبير، وبعدين رايح ب 2 مليون يورو، يعني برضه مبلغ قليل قوي. انت طالما طلع اوروبا، يعني راح جالب سراي يجيب دلوقتي 10 12 15 مليون، انما النادي الزمالك برضه باعه بمبلغ قليل. هو الولد كان مستعجل وعايز يطلع في اوروبا بدري والكلام ده كله، انما انا بقول لك لو انت هتقارن بقى بين محمد شريف ومصطفى محمد، لا محمد شريف دلوقتي اعلى من مصطفى محمد. يعني انت لو حضرتك موجود في منتخب مصر، طبعا على حسب الماتشات والكلام اللي حضرتك هتقوله لي ده ماشي، كل ماتش وليه ظروف، لكن تلعب بمحمد شريف ولا مصطفى محمد؟ انا كراجل مدرب انا بقيم اللعيب على اخر خمس ست ماتشات هو لعبهم على الاقل ماشي بمستوى ثابت، بيجي بيهدف، راجل اساسي في فرقته، بيلعب في افريقيا وبيلعب في الدوري وبيلعب في كاس مصر وبيلعب في السوبر الافريقي، بيلعب في كل البطولات، واقف على رجله وراجل هداف افريقيا وهداف الدوري. رقم واحد لازم العيب محمد شريف، لان هو افضل فرويد في مصر حاليا. دي حقيقة. لازم هو اللي يبقى موجود. طبعا. ما جملوش. طبعا. يعني ده ممكن طيب. يكون رأي انا ورأي مصر كلها، محمد شريف دلوقتي رقم واحد في مصر، احسن فرويد في مصر. دي حقيقة. ليه بقى كمان؟ الراجل ده تعب، اشتغل على نفسه وصامت، ما بيفتحش بقه، ما بيتكلمش، مش بتاع هيصه وزنبليطه وفاهم، بيشتغل على نفسه كويس قوي، والراجل بيحب شغله وربنا كرمه ان هو يعني اجتهد. طيب اجتهد بس ولما مسك في الفرصه كمل فيها. بس يعني صعب ان النادي الاهلي يفرط فيه دلوقتي. يعني ما انا لما كنت في النادي الاهلي كنت احسن فترات حياتي، رحت المانيا، حسام حسن راح تركيا، محمد فاروق وبلال ومتعب وابو تريكا راح اعاره وشوقي احترف كابتن. يعني قبل محمد شريف يا كابتن سمير، النادي الاهلي كان عنده ازمه في راس الحربه،
دلوقتي النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش على لا التهديف ولا يعني ان عنده ازمه في راس الحربه، فبالتالي ماشي. لو مشي محمد شريف دلوقتي اللي هو حل الازمه ديت هيبقى في مشكله تانية، او الاهلي بيجدد نفس المشكله اللي ما صدقنا ان هي اتحلت. ماشي، ما انا بكلمت لك، انا قلت لك الاسامي دي كلها اللي قلت لك عليها دلوقتي من شويه. ما هو ده برضه كان ايوه، كان في مشكله في كان في مركزه. بدائل يا كابتن سمير. ما انت بتقول، ما انت بتاخد احسن واحد في احسن مركز عندك، مثلا حسام غالي مثلا راح توتنهام وراح اياكس. أيوة، لكن الحاله دلوقتي يعني محمد شريف مشي، هتلعب بمين؟ ما دي بقى ده شغل بقى الإدارة، إن هو يجيب البديل الكفء، إن هو لا يقدر يعني يسد فراغه. انت يا كابتن سمير رشح لي لاعب ينفع النادي الأهلي بالبطولات اللي بيشارك فيها المحلية والإفريقية والدولية بإمكانيات محمد شريف. لو محمد شريف مشي قول لي مين في الدوري ينفع. لا، محمد شريف لو مشي الاهلي يتاثر شويه، لكن ده دور النادي الاهلي بقى لما لعيب بيمشي اسلام بيعرف يعوضه.